أتمنى لكم أوقاتاً سعيدة وطيبة في برنامج بتوقيع. أهلا بكم. رحلة إلى عوالم ساحرة، رحلة إلى الماضي الجميل لأشخاص متميزين في مجالات عدة، سنحصل على تواقيعهم في نهاية كل حلقة من برنامج بتوقيع. سنتعرف معا كيف وصل عدد كبير من العرب الأمريكيين إلى مراكز هامة في مجال السياسة والاقتصاد والأدب والفن وغيرها، كيف بدأوا وكيف اجتازوا المحن، وما هي مواقفهم مما يحصل من حولهم. أنا أعتز بأنني طبيب وقرأت العلم، ولحد هذا اليوم أنا مؤمن بوجود الله. الطريقة الوحيدة اللي راح تنجحون بهذا البلد أن يكون عندكم شهادات عالية. صح. فهذا كان التركيز الرئيسي. أنا صبي قرأت مصطفى لطف المنفلوطي، وقرأت كتب التراث وبخاصة ألف ليلة وليلة.